السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو درس ليكواسيون دون دغوات. هاد الدرس خاص بالمستوى الثالثة إعدادي. ليكواسيون دون دغوات تكتب على شكل إيكغيك تساوي إم إكس زائد بي. إم يسمى الكوفيسيون ديريكتور دو لا دغوات أو المعامل الموجه. بي يسمى الأرتوب عند الأصل أو l'ordonnée à l'origine de la droite. L'équation y égale à mx plus p est appelée l'équation réduite de la droite delta bien t, etc. Alors, on va voir maintenant calcul du coefficient directeur qui fait la pente ou bien le mu'amil mouji de la moustaqim diali. Alors, d'arouri, فاش كتبغي تقلب على الام و بي في المعادله ديالك خاص يكون عندك نقطتان اللي كيفوت منهم هاد المستقيم. alors on va donner un exemple. غنعطي واحد المثال A مثلا جوج سبعة بي ناقص ثلاثة خمسة. دو بوين ابارتيان على دغوات دلتا ديالي اللي كنقلب لها على le coefficient directeur ou P. D'accord? Et la qaïda كتقول M كتساوي le coefficient directeur ديالي باش نلقاه كندير YP ناقص YA على XP ناقص XA. بديت بYP نكمل ب اكس بي. بديت ب ايغريك ا نكمل ب اكس ا. يعني الا درنا ايغريك ا ناقص ايغريك بي على اكس ا ناقص اكس بي. درنا ايغريك بي ناقص ايغريك ا على اكس بي ناقص اكس ا. بدينا بليك بالكوردوني ديال بي نبداو بها حتى في المقام. سي بون. هذه قاعده كنخدموا بها الان. ضروري يكون عندي نقطتان باش نقدر نلقى الام ديالي وكان نطبقوا هاد العلاقه هادي. الوغ الان غادي نعوضوا ام كتساوي y بي 5 y ا 7 x بي ناقص 3 x ا 2. غادي تعطيني موان 2 على موان 5. الوغ 2 على 5. نمشي للمعادلة ديالي ونعوضها. تصبح y تساوي 2 على 5 x زائد p. دابا خاصنا نلقاو p. الوغ باش نلقاو لوردوني ا لوريجين ضروري كنختار نقطة من بين النقطتان. يا اما كنختار نقطة A ولا نقطة P اللي بغيتو. اختاريتو النقطة A راها غادي تعطيني الحل. اختاريت النقطة ب غادي تعطيني الحل. الوغ ملي كنختار نقطة في هاد النقطتان مثلا اختاريت ا اشنو كندير؟ كنجيب لي كوردوني ديال النقطة ا عندي 2 7. الوغ هادي هي الاكس ا وهادي ايغريك ا. لابسيس و لوردوني ديالي. لابسيس نعوضو بالاكس و لوردوني ديالي نعوضو بالايغريك في المعادلة ديالي. تصبح شوفوا لوردوني 7 نعوضو بلاصه y كتساوي 2 على 5 طبعا فوا كوا الاكس غنعوضها بالاكس ا اللي هي 2 زائد بي. نكملوا الحساب ديالنا. تصبح 7 كتساوي 2 4 على 5 plus P. alors P كتساوي 7 ناقص 7 على 5. ça me donne 31 على 5 ونعوضها في المعادلة ديالي. تصبح Y تساوي 2 على 5 X زائد 31 على 5. هذه هي الطريقة باش نلقى ليكواسيون دون دوغوات انطلاقا من نقطتان.
Alors d'abord, je formule qu'on a dit deux droites parallèles ou bien deux droites perpendiculaires. La halle qu'on a dit deux droites parallèles. Alors là, qu'on a une droite coutée, l'équation réduite égale y mx plus p, ou la droite d prime, l'équation réduite égale y prime égale à m prime x plus p prime. La qaïda que les deux droites il est parallèle si d parallèle à d prime, alors que les équations dialogues ont le même pente. Ça nous donne m égale à m prime. On dit de droite perpendiculaire. De droite perpendiculaire, la droite d, l'équation réduite égale à y mx plus p, ou la droite d prime y égale à m prime x plus p prime. Alors si d et d prime sont perpendiculaires, le qaïda est que la pente dlm fois la pente dlm prime, c'est moins 1. Alors le produit dl les deux coefficients directeurs, ça nous donne moins 1. Cet exemple, deux droites parallèles. Entité droite, l'équation réduite égale à y égale à 2x plus 3. D et D prime sont parallèles. Alors, ordinerie les coordonnées de la Alors, A, les coordonnées de la appartient à la droite D prime. Trouve l'équation réduite de la droite D prime. D'accord? Et non, fais-je qu'il y ait une deux droites parallèles ou la deux droites perpendiculaires. ضروري ما يعطيوني واحد النقطة اللي كيفوت منها المستقيم ديالي. ما عطاونيش النقطة راه ما غنقدرش نلقى لوردوني ا لوريجين. داكور، هذيك النقطة اللي كيعطيوني لي كوردوني ديالها كتساعدني باش نلقى بي لوردوني ا لوريجين. الوغ غادي نحاولو نخدمو هاد المثال هذا مجموعين. عندي ليكواسيون ديال لا دغوات دي ايكغيك ايكالا دوز اكس بلوس 3، وحنا كنعرفو بلا D ou D prime sont parallèles. Alors, les deux droites parallèles, la même pente. Alors, puisque y égale à 2x plus 3, la pente dial ou 2, alors on a la même pente. C'est-à-dire l'équation de la droite dial, les m ou le p. Alors, le m, il y a 2 x plus p lh hit d où d prime sont parallèles. D'accord? C'est là que j'ai qu'un le coefficient directeur ou qu'un hito lh hit chama parallèle reconnaît donc la pente. Je pense que c'est clair. Alors, on a fait que j'ai dit que j'ai la note les tohani appartient à la droite d'yali. J'ai dit que j'ai dit que j'ai p كما درنا في الاول فاش كان عندي جوج ديال النقطات وحاولنا نلقاو ليكواسيون دون دروات، غادي نحاولوا نطبقوا هذيك القاعده هنا في التمرين ديالي. غادي نحاول ناخذ لي كوردوني ديال النقطه ا، هذه اكس ا ايغريك ا، اكس ا نعوضها بالاكس و ايغريك ا نعوضها بالايغريك، سهله وغادي نلقى بي. تبعوا معايا المعادلة ديالي كانت رجعت إيكغيك إيكالا دوز إكس بلس بي. هنا كنقلبو على بي. شنو قلنا؟ قلنا غادي نعوضو إحداثيات النقطة أ في المعادلة ديالي، هادي غادي نعوضها بالإكس و الأرتوب نعوضو بالإيكغيك. داكوغ؟ وشنو غادي تولي لي المعادلة؟ ناقص 8 كتساوي 2 فوا كوا فوا 4 بلس بي. لاحظوا هنا باللي ولات المعادلة من الدرجة الأولى، في
فيها مجهول واحد اللي هو بي وساهل نلقاه. غادي تولي لي ناقص 8 ايغالا 8 بلس بي الوغ موان 8 موان 8 ايغالا بي سا فو دير موان 16 ايغالا بي. لقينا بلي بي كتساوي ناقص 16. نمشي نكتبها في المعادلة ديالي. الوغ هادي هي المعادلة مختصرة ديال المستقيم دي بريم y égale à 2x moins 16. Deux droites perpendiculaires. D'abord, on va voir le cas de l'autre. Parce qu'on a une juge de l'moussaqimat. On va prendre cet exemple. D. المعادلة المختصرة ديالها y تساوي 4x زائد 5 د بريم y تيغالا mx بلس بي. الوغ مطلوب مني دابا انني نلقى ليكواسيون ريدويت ديال لا دروات د بريم. هنا شنو هما المعطيات اللي عندي؟ المعطيات اللي عندي انه د عمودي على د بريم. داكوغ، كاين شي معطى اخر ضروري خاصو يكون. علاش؟ حيت الدي والدي بريم الا كانوا متعامدين راه يلا غادي نقدر نلقى الام. داكوغ، لا بونت ديال لا دروات ديالي. ولكن بي ما غاديش نقدر نلقاها حتى تكون عندي واحد النقطه اللي كتنتمي لا دروات ديالي. هنا ضروري غادي نعطي نقطه بي حداثيات ديالها مثلا موان 7 3 ابارتيان على دروات دي بريم. علاش عطينا هاد النقطه هادي؟ باش نقدروا نلقاو لوردوني ا لوريجين. داكور. الوغ دابا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نلقاو الام و بي. هنا عندي في المعطيات دي و دي بريم سون بيربوندوكولير. الا كانوا بجوج متعامدين شنو قالت لي القاعده؟ قالت لي بلا الا كانوا جوج ديال المستقيمات متعامدين راه لا بونت ديالهم برودوي ديال لا بونت ديالهم راه كتعطينا موان زان. يعني الا ضربنا 4 فوا الام غتعطيني موان زان. لاحظتوا بلي دابا سهل عليا الامر باش نلقى الام. الو غادي تعطيني ام كتساوي ناقص 1 على 4. شفتوا ساهله؟ ها حنا لقينا الام. نمشي نعوضها في المعادله ديالي. موان زان سور 4. دابا بقى لي نلقى بي لوردوني ا لوريجين. كيفاش نلقاه؟ نفس الطريقه اللي لقينا بها بي في التوازي. غادي ناخذ لي كوردوني ديال النقطه بي ناقص 7 3 ونحاولوا نعوضوهم في المعادله ديالنا باش هكذا يبقى لي مجهول واحد. هنا هذه اكس بي ايغريك بي. غادي نحاول نعوض الايغريك بالايغريك والاكس بالاكس. كندير هاد الخطوط باش نسهل عليكم الفهم. الوغ y غادي تولي 3 كتساوي موان زان سور 4 فوا x اللي هي موان 7 بلس بي. هنا ولات لي معادلة عندها مجهول واحد اللي هو بي. الوغ غادي تولي 3 كتساوي 7 على 4 بلس بي. الوغ بي شنو كتساوي؟ 3 ناقص 7 على 4 ونحسبها غتعطيني 5 على 4. ونمشي نعوضها في المعادلة ديالي. رجعت لي المعادلة المختصرة للمستقيم ديالي y تساوي ناقص 1 على 4 x زائد 5 على 4. غالبا ما كيطيح السؤال اسكو لو بوين ا ابارتيان على دروات. هنا باش نعرفوا واش شي نقطه كتنتمي للمستقيم ديالي او لا، بيان سور خاص تكون عندي ليكواسيون ريدويت ديال المستقيم ديالي. هنا غادي نعطي هذا المثال y كتساوي 3 x زائد 7 و ا لي كوردوني ديالها 2 و 13. غادي نشوفوا واش كتنتمي لهاد لا دروات ولا ما كتنتميش. نسميو لا دروات دلتا. الو هنا واش خاصنا نديرو فاش كيكون السؤال اسكو لو بوين ابارتيان على دروات؟ كناخدو لابسيس ديالي كنعوضو بالاكس. فوالا y كتساوي 3 فوا 2
plus 7. Ou on a x, blab 6. Blab 6, il y a le point A, d'accord. On est bon. Y, c'est ça. Oui, 3 fois 2, 6. Ça, c'est 7, شحال. Alors, y, c'est 13. لاحظوا بلي 13 راها هي l'ordonnée ديال نقطه A. Alors, نقطه A, oui, appartient à la droite D. Delta, pardon. إلا حسبنا هذا الحساب كامل وفشالي لقينا بلي Y تخالف لوردوني ديالي اللي معطي في النقطة alors que هذا البوان هادي نابارتيان با على دغوات ديالي داكور خدينا هذا مثال آخر غادي نعوضو لابسيس ديال بوان بي في المعادلة ديالي alors Y كتساوي 3 فوا ناقص 7 زائد 7 ونحسب غتعطيني موان 21 بلس 7 سا مي دون موان 14 الوغ موان 14 كتخالف 6 يعني Y هنا لقيتها باللي ماشي هي لوردوني ديال بوان بي الوغ هنا كنقول باللي بي نابارتيان با على دروات دلتا نشوفوا دابا سؤال ديال تراسي لا دروات الوغ هنا باش نتراسيو لا دروات ديالنا في ان روبير اورتونورمي هنا كنعطيو قيمه لاكس وكنلقاو ايكغيك مثلا غادي ناخذ نقطه انا نختارها نقطه ا هنا كتختاروا النقط كتعطيو قيمه لاكس ولكن بيان سور ايكغيك كتحسبوها غادي نحاولوا نخدموا هذا المثال نعطيو قيمه الاكس انا نعطي 0 قيمه الاكس 0 ونمشي نحسب غنديروا 2 على 5 فوا 0 زائد 2 الوغ Y غتعطيني 2 لاحظوا باللي النقطه ديالي رجعات 0 2 نمشي نتلها 0 2 هذه هي النقطه الاولى اللي غيدوز منها المستقيم ديالي ناخذ نقطه ثانيه نسميوها بي نعطيو قيمة لإكس مثلا 5 ألوغ إيكغيك كتساوي 2 على 5 فوا لاحظو هنا عوضنا غير الإكس نعوضوها بالخمسة إيكغيك راه غادي نحسبوها فوا 5 زائد 2 ألوغ إيكغيك كتساوي غتعطينا 2 بلس 2 سي 4 يعني 5 4 5 4 ونمشي نمثلها ألوغ لوردوني هو 5 لابسيس باردون هو 5 ولوردوني هو 4 هنا لاحظوا معايا غادي تكون النقطه ديالي سمحوا لي ما عنديش مسطره غتكون النقطه ديالي بي هنا الوغ هادي هي لا دووات ديالي سهل باش تمثلوا المستقيم على المعلم غير خاصكم تختاروا جوج ديال النقط كتختاروا الافصول وكتحسبوا الارتوب وكترسموا وحاولوا تختاروا دائما النقط اللي سهلوا عليكم الخدمه كما انا هنا اختاريت 5 غير باش نختزل 5 مع 5 باش تبقى لي 2 نجمعها مع 2 غتعطيني 4 يعني سهل الحال وفي الاول ديما حاولوا تختاروا النقطه يعني 0 باش حتى يتسهل عليكم الامر كتلقاو الصفر ديما كتلقاو العدد ديال لوردوني ا لوريجين داكور نتمنى نكون فدتكم وغادي نحاول ندير لكم تمرين تطبيقي لهذا الدرس باش تفهموا اكثر ان شاء الله